أسعد الله مساكم بكل خير، يا رب تكونوا بأفضل حال. بحب أرحب فيكم من مكتب المطور العقاري إيلينغتون. طبعاً هذه التغطية إن شاء الله حتكون على جزئين. الجزء الأول راح أتكلم شو اللي بيميز إيلينغتون عن غيره من المطورين، وشو المباني اللي تم تسليمها من هذا المطور، وشو المباني اللي راح يتم تسليمها قريباً جداً. وبالجزء الثاني وكمان ممكن كمان نشوف وحدة العرض وشو اللي بيميز الكواليتي والفينيشينج الموجود في هذا المطور. وبالجزء الثاني إن شاء الله راح أتكلم عن آخر مشروع تم طرحه في منطقة الميدان أو مدينة محمد بن راشد. خلينا نبدأ التغطية. في البداية خليني أتكلم عن إيلينغتون كمطور عقاري. إيلينغتون يعتبر من المطورين العقاريين اللي بتسموا بوتيك ديفلوبر، بمعنى انه عدد المشاريع اللي بيطرحوها قليله جدا، بمواقع متميزه جدا، بكواليتي وفينيشينج يعتبر فعليا الاعلى في السوق العقاري للوحدات طبعا الافوردبل. بالتالي الاشخاص اللي بيهتموا في شراء عقار للاستخدام الشخصي أعتقد أنه خيار ممتاز جداً، وأعتقد واحد من أفضل الخيارات في السوق. المهتم بالاستثمار طبعاً بحكم أنه الكواليتي والفينيشينج عالي جداً، فبالتالي رح يرفع العائد الإيجاري أو حيرفع قيمة الإيجار، فبالتالي العائد الإيجاري رح يعتبر عالي مقارنة بمشاريع أخرى. حتى بيهتموا بالمساحات جداً، فالمساحات واسعة، وبيهتموا بنقطة ممتازة جداً وهي يكون عدد الوحدات في الطابق أو في المبنى بشكل عام قليلة جداً حتى يعطي خصوصية عالية في هذا المبنى. ولو قلبنا الشاشة حنشوف جزء من المشاريع اللي تم طرحها سابقاً، ومن ضمنهم مشروع هارينغتون هاوس في منطقة قرية الجميرة الدائرية تم بيعه بالكامل. تخيلوا مبنى كامل عدد الوحدات فيه ما بتعدى 96 وحدة. وفي عنا الوينسون تراس، ويلتون تراس كمان في منطقة مدينة محمد بن راشد، لوكيشن ممتاز جدا كمان تم بيعه بالكامل. وفي عنا زي ما انتم شايفين الدي تي 1 في الداون تاون كمان تم بيعه بالكامل. في عنا البيليغرافيا هايتس في منطقة قرية الجميرة الدائرية كمان تم بيعه بالكامل، اعتقد في ظل وحدة او وحدتين. اما بالنسبة للمشروع اللي تم طرحه مؤخرا واللي الجزء الثاني حيكون عنه زي ما انتم شايفين بيركلي بليس، هذا المشروع راح أتكلم عنه إن شاء الله بالجزء الثاني، وهو آخر مشروع تم طرحه، وفي وحدات استوديوهات غرفة وغرفتين. مشروع متميز جدا، لوكيشن تبعه متميز جدا، كواليتي فينيشينج عالي جدا جدا. ومن المجسمات هلا إن شاء الله راح نروح مع بعض نشوف وحدة العرض وفرجيكم مدى الكواليتي والفينيشينج العالي المستخدم في مشاريعهم. خلينا نروح مع بعض. يلا نكون وصلت إلى وحدة العرض. وحدة العرض مكونة من غرفة وصالة، راح ندخل إن شاء الله مع بعض ونشوفها وأتكلم عن بعض الأمور التقنية اللي بتميز هذا المطور عن غيره. خلينا ندخل مع بعض. هيك بكون دخلنا إلى وحدة العرض. في البداية راح أتكلم إنه الأبواب المستخدمة في هذه المشاريع أو مشاريع إيلينغتون هي سوليد وود، ففعلا وزنها تقيل جدا جدا مقارنة بمشاريع أخرى. أما بالنسبة للأرضيات فهم بيستخدموا بورسلين إسباني، كواليتي وجودة عالية جدا. في عندنا هون زي ما انتم شايفين المطبخ مستخدمين في مادة الكوارتز، بمعنى غير قابل للخدش. إضافة إلى ذلك عندهم التخزين، يعني مستغلين مساحة المطبخ 100%، فالتخزين موجود في كل مكان. إضافة غير التخزين إنهم بيستخدموا في المطابخ كلها براندات أوروبية طبعا عالية الجودة. ومن المطبخ راح ننتقل للصالة. زي ما انتم شايفين قلنا بيستخدموا البورسلين الإسباني وهاي سيلينج بيوصل إلى 3 متر. وعندنا كمان غرفة النوم راح ندخل نشوفها. زي ما انتم شايفين الخزائن في كل مكان، استغلال للمساحة. واللي عجبني كتير حتى الزوايا مستغلينها، زي ما انتم شايفين هذا الطرف من الزاوية والطرف الثاني بيجي بهاي الطريقة حتى يستفيدوا من هذه الزاوية. من التخزين أو من الدريسنج روم نروح على غرفة النوم. زي ما انتم شايفين مساحة صراحة جيدة جدا، المساحات زي ما قلنا سابقا عدد الوحدات في الطابق قليلة جدا، فالمساحات بالوحدات بتكون كبيرة.
خلينا نروح نشوف الحمام الله يعزكم. زي ما انتم شايفين نفس الشيء، مستخدمين البورسلين، مستخدمين مادة الكوارتز في الحمام ضد الخدش. التفاصيل صراحة تفاصيل جميلة جدا، كواليتي عالي جدا. حتى الله يعزكم الشاور بوكس عاملين مثل فيه مثل حفة حتى يستفيدوا انهم يحطوا فيه الاغراض. طبعا هاي الاشياء يمكن مش موجودة بكثير من المشاريع، فبالتالي هذا اللي بيعطيهم قيمة بالكواليتي والفينيشينج العالي لمستخدمينه. من غرفة النوم حنرجع على الصالة افرجيكم مدى اهتمامهم بموضوع التخزين. حتى الحفة تبعت المطبخ مستغلينها بالتخزين زي ما تشايفين. وفي عنا طبعا هون البريكفاست بار، وكمان في عنا استغلال للمساحة، مستغلين الممر بلاوندري روم طبعا بمساحة تعتبر كبيرة جدا. بعد ما شفنا وحدة العرض مع بعض واخذنا نبذة عن المطور العقاري إلينغتون، ان شاء الله حيكون في إلي تغطية او الجزء الثاني بتكلم فيه عن اخر مشروع راح يتم طرحه من إلينغتون في منطقة مدينة محمد بن راشد. مشروع مميز بعدد الوحدات القليل اللي فيه، الإطلالات المتميزة على برج خليفة وعلى خور دبي، وعلى المساحات الواسعة، وعلى الأسعار اللي تعتبر جيدة مقارنة في المنطقة. فإن شاء الله خلال يومين ثلاثة رح ينزل الفيديو، ونراكم إن شاء الله بفيديوهات قادمة وبتغطيات قادمة. سلام.